السلام عليكم. درس في أحوال المكذبين والرد عليهم سورة المعون تفسير الجلالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: أرأيت الذي يكذب بالدين بالجزاء والحساب أي هل عرفته إن لم تعرفه فذلك بتقدير هو بعد الفاء الذي يدعو اليتيم أي يدفعه بعنف عن حقه. سورة المعون قال العلماء رحمه الله تعالى سورة مكية وفيها قول آخر عند بعض العلماء رحمه الله كأنها بدرية. وقال بعض المفسرين رحمه الله تعالى کہ نصفها مکیت و نصفها بدریت. اما سورۃ الذی قرانا قبلها سورۃ قریش ان اللہ عدد نعمہ تعالی علی قریش وکانوا لا یؤمنون بالبعث والجزاء جاء في هذه السورة التهديد بالجزاء وتخويفهم بالعذاب. إن الله أولا عدد النعم الذي على قريش خاصة سبع نعم من الله تبارك وتعالى على قريش لكنهم بعد ذلك أيضا ما هذه النعم ما شكروا الله وما آمنوا فجاء بعده السورة الذي فيها تهديد وتخويف بالعذاب. قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت أولا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم
والقول الثاني قول لا هذا خطاب عام لكل من يعقل. ثم أرأيت إما إذا كان رؤيا بصرية أو أنها إذا كان رؤية بصرية تتعدد لواحد يعني مفعول واحد. اب سلط المكذب او اذا كان بمعنى اخبرني ارايت من اخبرني فتعدى لاثنين. ارايت الذي يكذب بالدين، بالدين يعني بالجزاء والحساب، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. ثم على سبيل الاستفهام يعني هل عرفته، ان لم تعرفه فالان اعرف. الذي فذلك بتقدير هو بعد الفاء يعني فهو ذلك اسوا فهو ذلك. ذلك الذي يدع اليتيم ان يدفعه بأنف عن حقه. قال العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف کہ نظر في أبي جهل كان وصيا على يتيم فجاءه أريان مسكين ليس عليه لباس فأنه طلب منه يسأله من مال من مال نفسه مال كان يعني حق اليتيم لكن فدفعه وأبى ما أعطاه مال بل دفعه. هكذا قال بعض العلماء أن أبي سفيان من عادته أنه في كل أسبوع ينهر جزورا أنه نهر جزورا فسأله يتيم لحما فقرعه بأسواه ضربه بأسواه ودفعه. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد هذه الآية وليد بن المغيرة، ولكن لا شك في ذلك حكم عام يعني ولو نظر بسبب خاص، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لأن من عادة الكفار أنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان ويقولون أنهم لا يورثون، بل يقولون إنما يجوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحصان يعني الذي يقاتل، هؤلاء ما يقاتلون وبذلك لا يورثون. فيأكلون أموال اليتامى ظلما. ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض يعني نفسه ولا غيره على طعام المسكين يعني إطعامه. نظرت في العاص بن وائل أو وليد بن المغيرة أو أمثالهم، وقال بعضهم في أمر بن عائد المخزومي، وقال بعضهم في أبي سفيان إلى قيله. ثم جاء فويل للمصلين، ويل مبتدا وللمصلين خبره، الفاء للسببية يعني إن الدعاء عليهم بالويل. أما الويل إما واد في جهنم أو ويل بمعنى الهلاك، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون،
ان صلاتهم ساہونا یعنی یؤخرونها عن وقتها او انہم لا یصلونها او انہم یصلون اذا کانوا امام الناس اما اذا کان فی بیوتهم انہم لا یصلون مطلقا فبذلک المراد الساہون یعنی اضاعت الوقت. قال ابن عباس الصاحون مراد المنافقون يتركون الصلاة حتى كما جاء في آية أخرى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا قصالا يصلونها في الألانية إذا حضروا معهم وأيضا قال علماء رحمهم الله تعالى كأنه لا يرجون لها ثوابا ان صلوا ولا يخافون عليها عقابا ان تركوا فبذلك جاء صاحون. فهذه الآيات قال العلماء رحمهم الله تعالى في المنافقين. اما المؤمنون قد يسهون في صلاتهم ایجی صاحب حتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحافی صلاح تھی لیکن الفرق بین الفریقین کہ ان صحب المنافق ولا یتذکرها اما المومن ان صحافی صلاح تھی تدارکہ بسجد الصحب. فبذلک قال بعض العلماء رحمه الله تعالى السهو عن الصلاة من أفعال المنافق. السهو عن الصلاة هذا في حال المنافق. أما السهو في الصلاة هذا من أفعال المؤمن. السهو عن الصلاة يعني غافلون لا يصلون في أوقاتها هذا اما صحب في الصلاة هذا صفة المؤمن لأن المؤمن يفكر ويتدبر في الآيات يقول صحب. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا فضل من الله كأن الله تركهم عن صلاة ما قال في صلاة. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما قال في صلاة ساهون لمن ان في الصلاة صحب اجي حتى عند المؤمنين حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوما انه صلى بدل اربع ركعات ركعتين فسلم فقام رجل من اصحابه فقال قصرت الصلاة وما نسيت يا رسول الله فقال ما قصرت الصلاة وما نسيت فأدى لها مرارا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم تاكد عن اصحابه فقال هل صدق باليدين قالوا نعم. فبذلك يعني يجي نسيان او صحب الانبياء حتى جاء في النص نسي ادم ولم نجد له عزما. اما صحب عن الصلاه يعني يؤخرونها لا يصلونها او لا يؤدون اركانها ركوعا وسجودا وقياما بالتمانينة بل انهم اولا لا يصلون فاذا انهم يصلون لا يراؤون في حقوق اركانها. فبذلك جاء التهديد والتخويف بالعذاب بالجزاء للكفار والمنافقين. فقال الله سبحانه ارايت الذي يكذب بالدين بالجزاء والحساب اي هل عرفته ان لم تعرفه فهو ذلك الذي يدعو اليتيما يدفعه بعنف عن حقه ولا يحض لا نفسه ولا غيره الا طعام المسكين الا اطعام المسكين. والله اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن صوت الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال كتاب الأدب باب ما جاء في يا بني، کہ انسان يقول شفقتاً يا بني. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب حدثنا ابو عوانة قال حدثنا ابو عثمان شيخ له عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني شفقة عليه. وفي الباب عن المغيرة عمر بن ابي سلمة قال ابو اسلم اللواز حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه ان انس وابو عثمان هذا شيخ ثقة وهو الجعد بن عثمان ويقال ابن دينار وبصري، وقد روى عنه يونس بن عبيد وغير واحد من الأئمة. باب ما جاء في تعجيل اسم المولود، يعني فيها أن يسميه في يوم السابع وإماتة الأذى يعني يهلك رأسه، ثم أيضا العقيقة إذا كان ولدا أو فإثنان أو إذا كان بنت الواحد فبدا، أما إذا كان يوم الولادة أنه يسمى فهذا جائز لا شك، حتى يوم الولادة أنه إذا سمى المولود فهو جائز أيضا. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثني أمي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شريك بن محمد بن إسحاق بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم صابئه ووضع الأذى عنه، وضع الأذى عنه يعني حلق الشعر والعقوز يعني العقيقة. قال أبو عيسى رحمه الله وهذا حديث حسن غريب. باب ما جاء ما يستحب من الأسماء. حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمر البراق البصري حدثنا أبو سليمان الرقي عن علي بن صالح المكي عن عبد الله بن سعد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، يعني الذي فيه إظهار العبودية، عبد الرحيم عبد الخالق عبد الرزاق كلها يعني، لكن أنه جاء ذكر هنا عبد الله وعبد الرحمن لما قال لأنه جاء في كتاب الله هكذا قلت الله عبد الرحمن، فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الاسمين موافقا لكتاب الله تبارك وتعالى. قال أبو عيسى رحمه الله وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا عقبة بن مكرم الأنبي البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا حديث غريب من هذا الوجه. باب ما يكره من الأسماء. حدثنا ابو بشار قالنا ابو احمد قال سفيان بن الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنحين ان يسمى رافع وبركه ويسار، لما اذا سئل في بركه قال لا، فبذلك هذا يعني فالتفاؤل ليس بصحيح، فبذلك الانسان لا يسمي هذه الاسماء. قال ابو اسلام الله هذا حديث غريب. هكذا رواه أبو أحمد بن سفيان بن الزبير عن جابر رواه غيره عن سفيان بن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وابو احمد ثقۃ حافظ والمشهور عند الناس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر حدثنا محمود بن غیلان قال ابو داود شعبۃ رسول اللہ عن هلال بن صاحب نبی ابن عمیر الفزاری عن صوت جند من ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسمى غلام غرباه ولا افله ولا يسار ولا نجيه يقال اثم هو قال لا فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الاسماء قال ابو اسلام الله تعالی نصی حدثنا محمد بن ممون المکی حدثنا سفیان عن ابي الزناد عن النبي رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اخنه اسم عند الله يوم القيامة رجل يسمى بملك الأملاك يعني قال سفيان شاهنشاه أقنع معني أقبى قال هذا حديث حسن صحيح شاهنشاه معنى ملك الملوك فبذلك استدل بهذا الحديث التحريم بهذا الاسم والله أعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا عليك توكلنا وإليك أنبنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا اللهم لا تجعلنا عذرة للباسرين لا تجعلنا عقرة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد فاجعله آمنا مطمئنا هذا البلد الأمين فاجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على